السلام عليكم. اليوم نروح الولاية تاع بومرداس لنقف على الأشغال نتاع المحطة الجديدة لتحلية مياه البحر في ولاية بومرداس، وبدون إطالة نخليكم تتابعوا الصور نتاع الزيارة نتاع الوالية إلى موقع المشروع تاع تحلية مياه البحر، إذن بمنطقة كاب جنات بولاية بومرداس. أقول إذن نخليكم تتابعوا هذه الصور عن المحطة أنت تحلية مياه البحر في ولاية بومرداس. والسلام عليكم. لولا هو مضيف في الدولي، هو بعد يعاني من موضوع، لا تفاس، ما نقولش ما بعد يمشي ليستيم بيسبر، هو